السلام عليكم ورحمة الله. وفنجم التيك سمير والمشهور بمهرجان أو أغنية سمير اسمع. توفي منذ قليل شاب التيك توك سمير الشهير بسمير اسمع، وذلك عقب إصابته في حادث منذ فترة قليلة، ولكنها توفي أثناء إجراء عملية جراحية خطيرة. وظهر على مواقع التواصل الاجتماعي نجم التيك توك مسلم ليعلن ويؤكد خبر وفاة سمير صاحب أغنية اسمع. ننعي أهل سمير ونقول لهم: لله ما أخذ وله ما أعطى، فلنصبر ولنحتسب. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، هو وأموات المسلمين جميعا إن شاء الله. بالرجاء إذا عجبك الفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد.